السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي معنا. نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. نجيب لكم خبر وين لوكا زيدان بنسبة كبيرة، الحارس هذا لوكا زيدان بنسبة كبيرة في المنتخب الوطني الجزائري، نسبة يعني واحد نقولوا بلي واحد 70% راه في ليكيب ناسيونال. لوكا زيدان النجم ريال مدريد السابق، ريال واللاعب الفرنسي زيدان، زين الدين زيدان، راه في المنتخب الوطني الجزائري. رغم ان عندنا لعابه، عندنا حراس والله، لا عندنا حراس. انا راه نجيب ذاك ود اونسيا غارديا اللي جده هذاك، والناس نروح نجيب الناس، والله نروح نجيب الناس، نجيب الناس اللي يلعب بالايف هذيك خطره، يلعب في سانتيتيان، نروح نجيب هذاك، نروح نجيب عندنا غاردي. ما هذا لوكا زيدان هذا، انا تبان لي بلي مجامله وصايك، انا تبان لي بلي مجامله، استدعاء تاعو مجامله، فاني كحب با يضرب دوره يدير سوفينير ويروح، انا تبان لي مجامله. عندنا لي غاردي سبحان الله، انا نجيب غايا مرباح، نعطيه كوتما لعاب دولي، نعطيه كوتما ديرو التسويق كيما درتو التسويق للعابه. كاين بزاف لعابه اللي دارو لهم التسويق، كاين بزاف مدرب تاعنا بزاف دار لهم التسويق، ما كانوش يلعبو كان يعيط لهم ليكيب ناسيونال يدير لهم التسويق باش ينتباعو. واحد كيما بن عمري، واحد كيما بزاف واحد كيما سليماني، واحد كيما بلايلي، واحد قال لي انت راك غالط في بلايلي. يا ودي انا ما نكره حتى واحد، يا هذه الحقيقة تاعنا هي اللي ردتنا، بالك تشوفونا باللي نكرهو، يا ولي نهضرو لكم الصح، هو حاجة باينة هذه، ماشي حاجة انت ما تجيش تقول لي باللي ودي انت راك غالط في بلايلي. في الكوب دافريك بلايلي كان بدون منتخب، بدون نادي، ما عندوش لا ليسونس يلعب في ليكيب ناسيونال، بالرحمة يقطع في ويست هام في ديك الضربة ماركا دو بيت في الأوروبا ليغ، وجا هو رو براسو بلايلي يلعب، ما عندوش ايكيب. هنا ماشي تسويق، هذا تسويق. وين لوكا زيدان؟ وين يريد يعني الحصول على بطاقة لعاب دولي، حصول على بطاقة لعاب دولي برك، هذا مكان. أنا نروح نجيب قايا مرباح ود بلادي، نجيب قايا مرباح ود بلادي، هذه هي نجيب قايا، ما نكذبش عليكم، ميتولي أنايا، ميتولي كيما أنا قايا مرباح ود بلادي. هذه هي، ما نكذبش عليكم، نجيب قايا مرباح، نجيب عسلة أنايا، ماشي غير ميجا صديق تاعي راني نهدر عليه، ولا عسلة ولا فاني قايا مرباح. الحمد لله يا ربي يتكلم معايا يعني ناس، نعمة الرجال، هذو نعمة الرجال، يعطوك أمو يعطوك واحد الأخرى، نعمة الرجال هذو، عارفهم أنا منعرفهم كيما كان في التليفون، نعمة الرجال، ناس ملاح. انا نروح نجيب هذو، كاين زغبه، كاين ذاك ماندريا هذا، واحد قال لي قايا مرباح عنده 30 عام، انا ما نحوش انا قايا مرباح عنده 30 عام، يدبر معايا 4 سنين ومن بعد خاطش غارديا. وين يلعب؟ يلعب في الرجاء سي محمد، انت في الرجاء تلعب في تيلر مهبول تايا، انقذ الرجاء خطره بيناتي، الوقت كامل خرج بيناتي، الوقت كامل خرج بيناتي، انت تطبطب عليا ولا؟ على هذيك نقول لكم باللي ودي اليوم وين لوكا زيدان، انا هذا لوكا زيدان ماذا بيا ما يكونش في ليكيب ناسيونال، ماذا بيا ما يكونش في ليكيب ناسيونال، هذه هي. حتى انا نعرف باللي هذا استدعاء مجامله وباغي يدير الاخرى، لعاب دولي ستاتي حوس على ستاتي وصايك. وين التحق، وين فانيك باش يكون على بالكم، وين التحق الحارس الفرنسي لوكا زيدان نجم ريال مدريد ومدربه السابق زين الدين زيدان بالفريق الاسباني من الدرجة الثانية من أجل الدفاع عن مرمى إيبار بعقد لموسمين وفق ما أعلن عنه هذا الأخير. وكان الحارس البالغ من العمر
24 عام من دون نادي منذ انتهاء عقده مع ريو فاليكانو في اول من جون يعني من جونبي من جونبي ما قال. وبات زيدان الابن العاشر لاعب جديد ينضم لايبار هذا الصيف ضمن مساعي الفريق للعودة إلى الدرجة الأولى التي غادرها نهاية موسم 2020-2021. وسبق للوكا زيدان الذي بدأ مشواره الكروي مع ريال مدريد وخاض معه مشاركته الأولى في الدور الأضواء نهاية موسم 2017-2018 أين ساهم في صعود الفريق آخر إلى الدرجة الأولى الإسبانية وهو فاليكانو في عام 2021. نظروك هذا اللعاب انا ما نكذبش عليكم دونك هذا اللعاب انايا اللي تبحلو يجي يدير ستاتي ويروح ولا والله اللي تبحلو يجي ستاتي يدير ستاتي ويروح لا ماشي كيما هكا شيطان نجيبو الصح نجيبو الصح وانا ما يضحكوا علينا لوكا زيدان راه جاي لوكا كيما صاو يقلعوا لوكا زيدان لوكا زيدان هذا هو يقلعوا فاني كيما صاوا لك لوكا زيدان لوكا زيدان هذا هو يقلعوا فاني كيما صاوا لوكا زيدان لوكا زيدان يا اللي بركونا وانا لازم 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 استدعاءات لازم يكونوا استدعاءات يكونوا في القمة هذه هي لازم استدعاءات يكونوا مدروسة ماشي كما كانت 11 لاعب باينة ايا تجيب الاخرين خليهم يديروا التصاور مع المحرز اللي باغي يتصور مع المحرز يتصور اللي باغي يتصور مع البارا يتصور اللي باغي يتصور مع الحشيش يتصور ويروحوا ما يزيدوش يبانوا شحال من لاعب جا وقال له خوي 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 وما كان والو ايا قولوا لنا شحال من لاعب نتوما تعرفوا خير منا احنا ما نعرفوش شحال من لاعب جا ايا قولوا لنا شحال من لاعب جا وانتو ما تعرفوا خير منا ما جيتش هضره ما جاش ستيك 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 ما كاش هاو انت تجيب لي انا لوكا زيدان هذا خطرة كاين واحد الفيديو حوست عليه بغيت ندير لكم مثيله عليه انا جامي على بالك انا نكون نتفرج في غارديا نشوف غارديا مين يتيرو عليه يدير هكا كابشي غارديا كارديكم ما يخرجش هكا مدور لا ويروحوا مبلع البار مبلع جهته كاع مشي كارتي هذا كارتي يدير هاك تيلاو عليه خطر دير هاك نتمنى ان شاء الله بربي الناس لما يشوفينا يطيقوها في الفيسبوك تاعي تاع هاكا والله لا دير هاك فاتت البلوطه دخلت جينا تقصروا علينا ول لوكا زيدان ول انا مولي المشاريات بالك نقولوا بلي اليوم وين المنتخب وين المنتخب الوطني صح يجب ان تكون استدعاءات ضخ دماء جديده بصح يكونوا لعابه مستوى انا ما نروح انا الدوزيام ديفيزيون في اسبانيا ما نروحش دوزيام ديفيزيون اسبانيا انايا ام كاين لعابه في فرنسا كاين لعب انا نروح نجيب ذاك مسقم هذاك تاع اللي في الالمان كاع ما تهضروش عليه لا ما تهضروش عليه علاه ما تهضروش عليه علاه قولوا لنا علاه ما تجبدوش عليه خاص تيارتي مع السكري يا علاه ما تجبدوش كاع عليه مسكين يا ما تجبدوش عليه هذاك يلعب كابيتان ديكي في ليكيب تاع الالمان الايبان تروا لعب تبعه في ظهر هذاك ما تجبدوش عليه لاعبين كاع ما تسمعوش به خاطيكم هذاك ما تسمعوش به نتوما حرام عليكم والله لا حرام عليكم وعلاه هو تجبدوا على كاع الناس جايين فرحانين لوكا زيدان لوكا زيدان لوكا زيدان لوكا زيدان ما شوف حاجه كبيره وقال لوكا زيدان هذا غارديا هذا والله لا ولاو مصونط والله لا ولاو مصونط يكيلوا عليه انا نقولكم هذا ما يجوش يكذبوا عليكم با يردوه غارديا عالمي وين لعب هذا وين باباه لعب ماشي هو باباه لعب ماشي هو ما تجيش تقول لي غارديا هو
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، وان شاء الله بربي ديما معكم بجديد ان شاء الله، وربي يحفظكم ان شاء الله. صحيتو.